المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي. دائما الهمش نالي جسبها، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين وتكونوا ناشطين وتكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفية على القناة ديالي. دائما الهمش نال. على فيديو ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بالوجه، تحديدا التخلص من التجاعيد بواسطة ملعقة من القهوة وبيضة واحدة فقط، ونتخلصوا من التجاعيد مهما كانت الحدة ديالها، سواء التجاعيد المبكرة أو التجاعيد القديمة اللي كتكون ديجا في بشرة الوجه ديالنا، يعني في سن 40 50 و60، أو التجاعيد المبكرة اللي كتكون في سن 20 و30 أيضا. فنتمنى هاد الوصفة يعني اللي سهلة مهلة بمكونين فقط، يعني نتخلصوا من التجاعيد، نال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم لغاسات ما تنسوناش بالبارطاج او شير، او تشاركوا الوصفه مع الحبيبات والصديقات ديالكم باش ان شاء الله تعون فائده للجميع. ما تنسوناش بيك لايك، تشاركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس او تفعلوا خاصيه الجرس، وتخليوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم والاسئله ديالكم اللي دائما كتمنوا كتمنوا القناه بصفه عامه، وتخليوا لنا تعليقاتكم واستفساراتكم. وايضا الى عندكم حتى نتوما دي غوسيت هكذا سهلين مهلين بثلاثه ديال المكونات ولا باربعه ولا بجوج المكونات، فخليو لنا المكونات، طريقه التحضير، طريقه الاستعمال في لي كومونتير، وانا اكيد بدوري نجرب الوصفه، ولا عطاتني نتائج زوينه غادي نجي نبارطاجيها مع البنات باش هكذا تعم الفائده للجميع. اكيد الوصفات ديال التجاعيد كيحمقوا عليهم السيدات، يعني سواء اللي عندهم تجاعيد مبكره او القديمه كنبغيو نتخلصوا منهم بالوصفات الطبيعيه، يكون افضل ويكون احسن كذلك. فنتمنى تجربوها وتردوا علينا كما سبق لي وذكرت. وبسم الله على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، من بعد طريقه التحضير ومن بعد طريقه الاستعمال اكيد. وهنا غادي نبدا باول مكون اللي غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه هذه، اللي هو القهوه اكيد. هنا خديت مقدار ديال 5 المعالق ديال القهوه، ممكن تاخذوا غير ملعقه او ملعقتين على حسب الكميه اللي بغيتوا تستعملوا في هاد لاغوسيت، يعني واش كميه كثيره ولا قليله. بالنسبه للقهوه اللي استعملت، القهوه سريعه الذوبان او القهوه حبيبات. بالنسبه للانواع ديال القهوه، بزاف السيدات كيسولوني في لي كومونتير اش من نوعيه نستعملوا في ديال القهوه، يعني نستعملوا لابو ديالنا. كاينين انواع كثيره في المحلات التجاريه الكبرى او الصغرى، ولكن دائما الاختيار كيبقى راجع لكم نتوما وشنو بغيتوا. يعني القهوه انواع واشكال واسماء، يعني اختاروا الاسم اللي غيتواتى معكم ويناسبكم هو اللي تبقاو تاخذوا. ف يعني كما قلت لكم غنحتاجوا للقهوه حبيبات او للقهوه سريعه الذوبان. وثاني مكون غادي نحتاجوا ليه اللي هو بيضه بالكامل، اي البياض ديالها والصفار ديالها، كتجي بهذا الشكل. اكيد بالنسبه للبيضه ديالي هي بيضه عاديه، لانه بزاف السيدات غيسولوني في لي كومونتير واش البيض اللي استعملتي بيض عادي او هو بيض بلدي. فالبيض اللي استعملت البنات هو بيض عادي، ماشي بيض بلدي نهائيا، ولكن ان كان متوفر عندكم البيض البلدي في المنزل ديالكم فممكن تستعملوه. فهذو هما المكونات، سهلين مهلين، ما عليكم الا تستعملوا القهوه سريعه الذوبان ولا القهوه حبوبات وبيضة سواء عادية ولا بلدية. بعد ما تعرفنا على مكونات هذه الوصفة للتخلص من التجاعيد سواء المبكرة والقديمة، ندوزو لطريقة التحضير وطريقة الاستعمال.
ضروري البنات ما تخلطوا لاغوسيط مزيان، لانه كيبقى داك الابيض البيض والصفر الابيض، يعني ما كيبيش يتخلط بكل سهوله مع القهوه. فاي وصفه طبيعيه البنات استعملناها نبقاو نعطيوها الخاطر ونعطيوها بقيه ديالها باش هكذا تنجح معنا وتعطينا احسن نتائج. اكيد غادي نزيد نضيف القهوة وغادي نزيد نضيف الكميه المتبقيه عندي ديال القهوه بالكامل. ونحاول نخلط المكونات مزيان باش يتجانسوا ليا مع بعضهم البعض. والوصفه بعد ما كتصبح لينا بهذا الشكل كنعملوها على كامل الوجه ديالنا، وكنتظروا المده ديال 20 دقيقه ولا 30 دقيقه حتى كتنشف الوصفه مزيان على لابو ديال الوجه ديالنا. من وراها كنغسلوا الوجه ديالنا بالماء الدافئ او الماء الساخن شويه، لانه الوصفه فيها البيض والصفار ديالو، اكيد البيض بصفه عامه والقهوه، فكتبقى ملصقه لينا الوصفه ومعلقه، فضروري ما نغسلو بالماء الساخن او الدافئ. ومن وراها ندهنوا لابو ديالنا، يعني بعد ما نغسلوها بالغسول او الصابون نيتوايي لابو ديال الوجه ديالنا بالمزيان، ومن وراها اكيد ندهنوا لابو ديالنا، وهكذا يعني الوصفه تكون المفعول ديالها يعني عطاتو لينا لابو ديال الوجه ديالنا على احسن ما يرام كما كنقولوا. فكانت هذه هي الوصفه البنات، سهله مهله، عطيتكم جميع المراحل، عطيتكم جميع الخطوات، عطيتكم جميع النصائح. يعني هذه الوصفه يعني مجربه ومضمونه مني شخصيا ومن العائله ديالي، يعني حتى هما مجربينها والحمد لله لقوا عليها نتائج زوينه بخصوص التجاعيد. كنتو كثرت اكيد اللي طلبتو مني هاد لاغوسيط، واكيد تحت طلباتكم جيتكم بها وصفات اخرى، اكيد نجيكم بوصفات اخرى تحت طلبيات اكيد اخرين بالنسبه للسيدات اللي كيخليو لي الاقتراحات ديالهم في لي ميساجون بريفي في لاباج اوفيسيال فيسبوك وفي انستغرام وفي سناب شات اولا هنا في لي كومونتير، فاكيد كلشي كناخذ بعين الاعتبار باش هكذا نقدم لكم احسن الوصفات ان شاء الله الطبيعيه. بهكذا تكون سالت الوصفه ديالي، نتمنى نالت الاعجاب ديالكم يا ربي. ما تبخلوش علينا بيك لايك، تشاركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. بدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.